بيبدأ فيلمنا براجل عجوز اسمه سميث بيدخل المكتب بتاعه وبيطلع جواب من بنت صديقه فولر، وبيبص لصورته أيام ما كان جندي في الجيش الأمريكي ومعه مجموعة من أصدقائه، وبيفتح الجواب وبيقراه وبيعرف إن صديقه توفى وبنت صديقه كانت كاتبة له كلمة سرية كان والدها وسميث بيستخدموها بينهم وبين بعض. فسميث بيضحك وبيفتكر لما كان جندي وترحل لحدود ألمانيا عام 1944 أيام الحرب العالمية الثانية، وسميث وهو ماشي على كتيبته بيفتكر لما كان بيودع والدته وبتطلب منه إن هو يوعدها إن هو هيرجع لها سالم، وبيوعدها وبيودع والده. بعد كده بنروح لواحد اسمه أنجلو بينيتيدو متهم بسرقة ومعروض قدام المحكمة، والقاضي قال له إن الأدلة كلها ضده، فالمحامي قرر إن هو يعمل حركة صايعة يطلع بيها أنجلو من السجن، وقال للقاضي إن موكله سرق فعلا، علشان كده قرر إن هو يروح يتطوع في الجيش الأمريكي، والمحامي عمل كده علشان لما يروح يقدم نفسه في الجيش هيعرفوا إن هو عنده سوابق فيرفضوه وبكده يخرج من السجن. لكن القاضي طلع أذكى منه وقرر يسقط التهمة من على أنجلو قبل ما يروح يقدم نفسه للجيش الأمريكي، فبكده الجيش الأمريكي هيقبله عادي وهيروح يحارب. بعد كده سميث بيكون شغال في ورشة خشب وبيفتكر إن في حفلة مع حبيبته دورين، فبيروح بسرعة لمكان الحفلة بس الحفلة بتكون خلصت، وسميث بيتضايق جدا إن هو ما حضرش الحفلة مع دورين وعايز يعترف لها بحبه بس مش قادر، ودورين بتكون بتحبه هو كمان. بعدها سميث بيقعد مع واحد صديقه وبيقول له إن هو مش عارف يعترف بحبه لدورين علشان جاله جواب استدعاء من الجيش وهيمشي على الحرب الأسبوع الجاي. بعد كده سميث بيكلم دورين في التليفون وبيطمن عليها، وسميث بيكون مبسوطة وبتطلب منه إن هو يجي يزورهم في البيت ويتقدم لها، فسميث بيفرح لكن بيقول له وانا ازاي هاجي اتقدم لك وبعدها على طول واحد منا هيسافر بره البلد. فدورين فكرته بيتكلم عن سفرها لسان فرانسيسكو وقالت له ان هي لازم تروح سان فرانسيسكو علشان اتقبلت في مسابقه الموسيقى، وسميث ما لحقش يقول لها ان هو رايح الحرب والمكالمه بتتقطع ما بينهم، فدورين بتستغرب ان المكالمه اتقطعت، فوالدتها قالت لها سميث ماشي على الجيش ورايح الحرب فممكن علشان كده الاتصال يكون اتقطع، ودورين بتتفاجئ ان هو رايح الحرب وبتقلق جدا. بعد كده سميث بيترحل لمعسكره وبيقعد يفكر في حبيبته دورين ونفسه ان هو يرجع لها، وبيروح يركب السفينه مع الجنود علشان يترحلوا للحرب، وبيقابل المجرم انجلو في السفينه وبيكون قاعد يلعب الجنود كوتشينه وبيكسبهم وبياخد منهم الفلوس اللي معاهم، فسميث حاول يمنعه بعد ما خسر منه لكن الجنود رفضت واصرت ان انجلو يكمل لعب. بعد كده قائد السريه بيطلب من سميث ان هو ما يلعبش انجلو تاني علشان بيغش في اللعب وبينصب عليهم. بعدها قائد السريه بيقول لهم على التعليمات وان كل جندي منهم ليه وجبتين في اليوم بس، فالجنود بتعترض لكن مش بتهتم لكلامهم، وقال لهم ان التدريبات هتكون الساعة 11 كل يوم، وبيعرفهم كل حاجة هيعملوها في المعسكر، وبيطلب منهم محدش منهم يرمي أي حاجة في البحر، لأن الغواصات الألمانية بتمشي تدور على الأهداف والسفن بتاعتنا، وقال لهم إن هم رايحين حرب ولازم يكونوا مهتمين أكتر من كده. بعد كده سميث والجنود بيجتمعوا على سطح السفينة وبيقعدوا يتكلموا، وكل واحد فيهم بيقعد يتمنى أمنية علشان تتحقق له، وسميث اتمنى إن هو يرجع لحبيبته دورين. بعد كده الفرقة 94 فرقة سميث بتوصل لمعسكرها، وسميث ومعاه جندي بيقفوا خدمة في خندق ومعاهم رشاش، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وسميث بيقول له ان انا لازم ابعت جواب لدورين علشان تعرف ان انا ما سبتهاش، لكن بيتفاجئوا ان انجلو مش موجود معاهم وساب الخدمه ومشي، وطلع ان هو سايب سلاحه، فسميث بيعرف ان انجلو كان هيتسجن لكن الجيش هو اللي انقذه من السجن، وانجلو بيروح يقابل جندي اسمه موريس تابع للمقاومه الفرنسيه، وبيقعدوا يشربوا ويلعبوا مع بعض، وانجلو بيكون سارق حاجات من الجنود اللي معاه وبياخدها يبيعها لموريس، واول لما بيخرج من خندق موريس بيتضرب على موريس قذيفه وبيموت، وانجلو بيلاقي على جسمه كله دم فبيتخض وبيقوم يجري، والجنود الامريكيه بتشوف الجنود الالمان جايين ناحيتهم فبيضربوا عليهم نار، وانجلو بيجري وسط الضرب لحد لما بيوصل الخندق بتاعه وبينزل يستخبى فيه، والجنود الامريكيه بتستمر في الضرب على الجنود الالمانيه علشان يمنعوهم من الوصول لمواقعهم، لكن الجنود الالمانيه بتحاول تتسلل وتطلع الوادي علشان يعني تقضي على الجنود الامريكيه، وسميث والجنود اللي معاه في الخندق بتضرب عليهم نار وبتقتل فيهم، وواحد من الجنود بيروح للقناص بريجز علشان يضرب جندي الاشاره الالماني علشان يعني ما يبلغش الجنود الالمان بمواقع الجنود الالمانيه، وبريجز بيوصل لمكان جندي الاشاره الالماني وبينجح ان هو يصطاده وبيضربوا صواريخ وقنابل عليهم وبينجحوا ان هم يبعدوا الجنود الالمان عن الوادي خالص. بعدها سميث بيزعق لانجلو علشان ساب موقعه وخرج وبيحاول يعرف منه هو كان فين، فقال له انا كنت مع جندي اسمه موريس، وبيكون منهار من اللي حصل قدامه، فسميث بدا يهديه وبيطلب منه يروح ينظف نفسه من الدم اللي موجود عليه، والجندي ستاركس بيكون متعصب من تصرف انجلو لكن سميث بيهديه. بعد كده بيعدي 3 شهور على سميث والجنود الامريكيه في فرنسا، وسميث وستاركس بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن الحرب والجيش الالماني وان الجيش الالماني هيفضل مقاصرهم في فرنسا لحد لما يقضي عليهم، وسميث بيطلع الجواب بتاعه اللي كاتبه لدورين حبيبته بس بيكون لسه ما بعتهوش، فستاركس قال له انا كل شويه اشوفك تطلع الجواب ده وما بتبعتهوش، وقال له ان الافضل ليك ان انت تبعته لدورين، فسميث بيقعد يكلمه عن دورين حبيبته وبيكون مبسوط جدا ان هو بيتكلم عنها، وستاركس بيطلع صوره زوجته وابنه وبيوريهم لسميث، وكل واحد منهم بيكون نفسه يرجع لعيلته، وبيروحوا يتمشوا في الغابه فبيتضرب عليهم قذائف من الجيش الالماني، فبيجروا بسرعه وسط القذائف اللي بتضرب عليهم وبيستخبوا ورا شجره، لكن
ستاركس بيتصب شظية في جسمه، فسميث بيحاول يعالجه ويوقف نزيف الدم، وبيجي واحد من الجنود يساعده والقصف بيكون مستمر فوقيهم. فالجندي بيطلب من سميث ان هم يمشي بسرعه قبل ما يموتوا، لكن سميث رفض وقال له انا مش هسيبك وامشي. وسميث حاول ينقذ ستاركس لكنه بيموت وبيزعل جدا على موت صديقه. بعد كده سميث بيقعد فتره زعلان على ستاركس وبيفضل يبص لصوره زوجته وابنه اللي ستاركس سابها له قبل ما يموت. بعدها بيستدعوا سميث علشان انجلو عمل مشكله وكان برضه سايب الخدمه بتاعته مستهتر، وبيلاقوا حاجات كتير جدا انجلو كسبها في اللعب مع الجنود. وقائد الوحده بيفضل يزعق له علشان مستهتر وان الجنود عماله تموت وهو مش مهتم باللي بيحصل، وقال له حتى ده انت بتهرب من الحرب وبتفضل مستخبي لحد لما الهجوم يقف. وبيكون عاوز يحول انجلو محاكمه عسكريه، لكن سميث بيتدخل وبيعتذر لقائد الوحده عن اللي انجلو عمله وبيطلب منه يخلي انجلو موجود معاه وهو هيقدر يخليه يلتزم. فقائد الوحده بيوافق وبيعين سميث قائد للفرقه بتاعته. بعدها انجلو بيشكر سميث ان هو ساعده وبيعتذر له على اللي حصل، لكن سميث بيكون متضايق من تصرفاته وبيسيبه وبيمشي. بعد كده وهما ماشيين بالعربيات والمدرعات الحربيه، واحده من العربيات بتغرس في الارض فبيوقفوا وبيحاولوا يخرجوها. وبعدها بيوصلوا لمعسكر تاني، وسميث بيكون لسه معاه شنطه ستاركس وبيكون داخل بيها المعسكر، فبيلاقي اسم ستاركس موجود على الشنطه لكن اسمه مش موجود في الكشف. فسميث بيتعصب وبياخد الكشف يكتب اسم ستاركس بالرغم ان هو مات. بعد كده سميث بيركب مع جنوده العربيه وبيستعدوا علشان يهجموا على الالمان، وبينضم ليهم جندي اسمه هنريش، والجندي ده بيكون من اصل الماني. فالجنود بتسخر منه وبيتضايقوا منه، فهنريش قال لهم ان انا مش الماني، انا كنت عايش فتره طفولتي بس في المانيا، بعدها سبتها ورحت لامريكا. فسميث بيقعد يتكلم معاه وبيطلب منه يكون جندي الذخيره، يعني هو اللي يكون المسؤول عن الذخيره اللي معاهم، وطلب منه يراقب انجلو. بعدها بيطلع الجواب اللي كاتبه لحبيبته دورين وبيقعد يبص فيه وبيفتكرها. وبنروح لدورين وبتكون سافرت سان فرانسيسكو علشان تكمل مسابقه الموسيقى بتاعتها، وبتكتب جواب لسميث لكن بتسمع في الراديو ان الالمان فقدوا مدن كتيره جدا في الحرب من ضمنها المدينه اللي كان فيها سميث، فقلقت وخافت لسميث يكون مات. بعد كده بنرجع لسميث وبيوصل بجنوده للغابه وبيخلي هنريش يشيل الذخيره وبيفكروا ان هو يراقب انجلو، وسميث بيخلي واحد من جنوده اسمه فولر يشيل قذف الصواريخ. بعدها بيوصلوا المكان اللي هيعسكروا فيه وبيلاقوا جنود كتير جدا مقتولين من الالمان، وبيروحوا يقابلوا قائد السريه في خندق وبيحصل عليهم قصف من الطيارات الالمانيه، وقائد السريه بيطلب منهم يقسموا نفسهم مجموعات وكل مجموعه تفضل في خندق، وطلب من سميث ياخد فرقته كامله ويروح على الخندق الجنوبي والفرقه الثانيه تروح لقلعه موجوده في الشمال. لكن كلهم بيكونوا مش مستوعبين الكلام بتاعه لان الاماكن اللي هو بيقول لهم عليها دي هي نفس الاماكن اللي لقوا فيها الجنود الالمان مقتولين وهم جايين. بعد كده كل فريق بيروح يقف في مكانه، وفي الوقت ده قيادات الجيش الالماني بتجتمع وبيجي لهم اوامر من هتلر ان هم يتعاملوا مع جنود الحلفاء بكل عنف وقوه وما يكونش فيه رحمه في الحرب علشان يقدروا يخلوا جنود جيش الحلفاء يتراجعوا خارج المانيا، وبيطلب منهم ان المهمه تنجح باي طريقه. لكن واحد من الضباط قال له ان المنطقه هناك كلها جليد ومش هينفع المدرعات دي نمشي فيها، فقائدهم طلب منهم يفاجئوا الجيش الامريكي بالهجوم لان عنصر المفاجاه هو السبب الرئيسي ان هم يكسبوا الحرب ويغيروا المكان اللي هيهجموا منه علشان يقدروا يفاجئوهم، وبيعرفهم على الخطه الكامله اللي هينفذوها وبيطلب منهم ما يخلوش حد من الجنود الامريكان عايش ويقتلوا كل الجنود. بعد كده بنروح لانجلو وبينده على سميث وبيديله الجواب بتاعه كان واقع منه، فسميث بيشكره وكل واحد منهم بيقف في مكانه في الخندق وبيثبتوا قذف الصواريخ والمدافع اللي معاهم، وبيطلب من انجلو وهنريش يروحوا غرفه المضخات ينشفوا هدومهم من الجليد اللي نزل عليهم، وهو وفولر هيثبتوا الرشاش اللي هيستخدموه. واثناء ما هم واقفين في الخندق بيكون في جندي ميت قصادهم وباصص ناحيتهم، ففولر كل ما يبص له يتوتر وبيكون في قصف حواليهم لكن مش مهتمين علشان بعيد عنهم شويه. بعدها انجلو بيجي من وراهم فبيتخضوا لانهم مفكرينه جندي الماني، وانجلو بيقف معاهم في الخندق، فسميث بيطلب منه يروح ينام هو وهنريش، واول لما النهار يطلع يجوا يبدلوا معاهم علشان يريحوهم شويه. بعدها سميث وفولر بيكونوا واقفين لفتره ورجليهم بتكون تعباهم جدا من الجليد والسقعه ومش قادرين يتحركوا، لكن سميث بيلاحظ ان القصف وقف فبيكون شاكك ان الالمان ممكن يهجموا عليهم في اي وقت. بعدها سميث بيسمع دبابه جايه ناحيتهم فبيستعد هو وفولر وبيخلي فولر مكانه وبيروح ينده لانجلو وهنريش، وهو ماشي في الغابه بيلاقي دبابه المانيه موجوده فوقف استخبى ورا الشجره، بس الجندي الالماني شافه وضرب عليه نار، والجنود اللي في غرفه المضخات سمعت ضرب النار، وسميث بيوصل لهم وبيقول لهم ان في دبابه المانيه بره، وبيطلب من واحد من الجنود اسمه رايلي يدور على طريق مختصر يوصل بيه للمدينه ويعرف الجنود اللي في المعسكر، وبيطلب من هنريش وانجلو يستخبوا في الغابه من ورا لحد لما يجيب فولر ويجي لهم، وبيخرجوا من الاوضه بالراحه وبيستخبوا علشان ما حدش يعرف مكانهم من الالمان، لكن الالمان بتشوفهم وبتضرب عليهم نار، فسميث بيغطي على جنوده وبيضرب على الجنود الالمان نار، والفرقه الثانيه بتضرب على الالمان نار بتساعدهم، وجنود الجيشين بيفضلوا يضربوا نار على بعض، وسميث بيكون مستخبي ورا الكوخ علشان يقدر يرجع لفولر. وفي الوقت ده دبابه المانيه بتتحرك وبتقرب من الغرفه اللي الجنود كانت مستخبيه فيها وبتدمرها، وفي الوقت ده فولر بيضرب نار على الجنود الالمان وبيقتل فيهم، وبنروح لسميث وبيفوق بعد ما اغمى عليه من قذيفه الدبابه، والجنود الالمان بيهجموا من كل مكان عليهم
وبينفذوا الخطة اللي القائد بتاعهم حطها ليهم، وبيفاجئوا جنود الحلفاء من كل مكان. وبنروح لسميث بيلاقي هنريش مصاب في رجله، فبيسأله عن أنجلو، فقال له ده هو كمان مصاب، فبيطلب من هنريش يغطيه علشان يروح لأنجلو وينقذه. فهنريش بيضرب نار على الألمان لحد لما سميث اتحرك من مكانه، وسميث بيوصل لأنجلو فبيلاقي الخندق مهدوم فوقيه وعايش لسه، فبيحفر علشان يخرجه من الخندق لكن مش عارف يخرجه من تحت التراب، ورجليه بتكون اتقطعت بسبب القنبلة اللي اترمت عليه، فبيطلب من سميث يسيبه ويمشي. فسميث بيودعه وبيديله المسدس بتاعه علشان يقتل الجنود الألمان لو حد هجم عليه. بعد كده سميث بيفضل مستخبي بين الأشجار ومش عارف يخرج علشان الدبابات الألمانية محاصرة الغابة، لكن واحد من الجنود الألمان بيمسك سميث، فبيلاقي سميث مش معاه سلاح فبيسيبه وبيمشي. وسميث بيجري في الغابة وبيلاقي الجندي رايلي اللي كان بعته لمعسكر المدينة مات هو كمان، وبيبص بيلاقي قدامه يافطة إن المنطقة دي حقل ألغام، فبيفضل واقف مكانه وخايف لا يتحرك ويدوس على قنبلة تنفجر فيه. بعد كده بيجري بسرعة كبيرة جدا في حقل الألغام، ولما شاف الجنود الألمان جايين في الغابة بيفضل يجري في حقل الألغام، بس الجنود الألمان بيضربوه بالنار فبيقع على الأرض، وبيفتكر حبيبته دورن، لكن بيزحف لحد لما خرج من حقل الألغام وبيفضل ماشي في الغابة، وجندي ألماني بيشوفه بس بيصعب عليه سميث ومش بيرضى يقتله. وسميث بيوصل للمعسكر بتاعه وبيقول لهم إن الألمان جايين وراه، وبعد كده الجنود الألمان بتضرب معسكر الحلفاء بس بينجحوا إن هم يحموا معسكرهم ويوقفوا الهجوم الألماني. بعد كده بنروح لدورن وبترجع مدينتها بعد ما كانت في سان فرانسيسكو، وبتشوف خبر في التلفزيون إن الفرقة 94 قدرت تهزم الألمان، وبتكون دي فرقة سميث. بعد كده سميث بيكون عايش مماتش، وبعد ما بيتعالج بيروح على الحدود بين ألمانيا وتشيك، وبيكون معاه جندي اسمه ستارتشر. فأثناء وهم ماشيين في الغابة بيلاقوا مزرعة قدامهم وبيضرب عليهم نار منها، فبيروحوا بسرعة ناحية المزرعة وبيدخلوها، وبيلاقي واحد من جنوده معاه جندي ألماني بيعذبه، فبيتعصب عليه وبيزعقله وبيخلي ستارتشر يخرج الجندي بتاعه. وسميث بياخد الأسير الألماني وبيمشي علشان يرجع المعسكر، لكن الجندي الألماني طول ما هو ماشي بيقول إن هو بيكره ألمانيا وبيكره هتلر جدا لأن هم السبب في الحرب اللي هم فيها، وبيقول لسميث إن عائلته كلها ماتت بسبب الحرب، وبيفضل يعيط وبيطلع صورهم لسميث. فسميث بيطلب منه يهرب وبيكون صعبان عليه، لكن الجندي بيلاقي مسدس وبياخده وبيقتل بيه نفسه. فسميث بيتضايق جدا من اللي حصل وبيمسك صورة عيلة الجندي اللي مات وبيفضل يبص لها. بعد كده الحرب بتنتهي وسميث بيركب القطر وبيمشي، وبيقابل جندي معاه في القطر، وسميث قال له إن هو أول لما يرجع المدينة بتاعته هيستقيل من الجيش، وبيلاقي في جسم سميث علامات من الحرب، فبيقول لسميث أنا ما روحتش إلا بعد ما الحرب انتهت وكان نفسي حارب. فسميث قال له يا راجل اسكت، ده انت محظوظ جدا انك ما حاربتش. وبيكون في راجل عجوز موجود وسمعهم وهما بيتكلموا لكن ما اهتمش بكلامهم. بعد كده سميث بينزل من القطر وبيقعد في المحطه، والراجل العجوز ده بيقعد جنبه وبيقعد يتكلم مع سميث عن الحرب وان في ناس كتير جدا فقدت اهلها، وقال له ده انا نفسي لسه بدور على عيلتي من ساعه الحرب. وسميث بيعرف ان الراجل العجوز ده الماني، فبيدي له جواب الجندي الاسير اللي قتل نفسه علشان يقراه له، وبيقرا الجواب لسميث وبيكون من زوجة الجندي الالماني، وبتقول له ان هي ما بقتش قادره تستحمل الحرب وبتولع في البيت وفي نفسها وفي اطفالها. فسميث بيتضايق وبيزعل من الكلام اللي سمعه وان الحرب اتسببت في تدمير ناس كتير جدا. بعد كده سميث بيقرر ان هو يروح لحبيبته دورن، وبنرجع لسميث وهو راجل عجوز، ودورن بتدخل عليه بتلاقيه قاعد بيقرا جوابه وماسك صوره هو واصدقائه الجنود، وبيقول لها ما بقاش فاضل الا انا اللي عايش بس، وبيوريها الصور وبتشوف الجواب اللي هو كان كاتبه لها لما كان في الحرب وما رضيش يبعته لها وما كانتش شافته لحد دلوقتي، وقال لها ان هو كان نفسه الجواب ده يفضل معاه، والاتنين فرحوا جدا ان هم اتجوزوا وعايشين مع بعض. وبيخلص فيلمنا على كده.